بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كلما اقترب موعد الامتحان، كلما بدأت أن تظهر بوادر الامتحان أو ما سيتم أو ما سيجري في الامتحان. طبعا بأن كثرة الناس عن أسئلة الامتحان وكثرة الأسئلة، فبدأوا يسألوا على ليه الأسئلة بتبقى من خارج المنهج. رد الوزير وقال إني تضامن الامتحان موضوعات الكتاب يتعارض مع المنظومة الجديدة، وبيقول إن الامتحان لو اشتمل على موضوعات مثل الموضوعات التي يدرسها الطالب هذا يكون خارج المنظومة الجديدة للتقويم. طب إيه الحل بقى؟ قال إن بنك المعرفة المصري بمحتوى إضافي، في محتوى إضافي للقصة وللكتب، والمحتوى ده معمول من إعداد نخبة من الأساتذة الكبار من نهضة مصر، متعلق مثلا بمنهج اللغة العربية. فاللي موجود على بنك المعرفة هو الإضافي للمنهج، هو ده اللي الطلبة لازم تقراه عشان يجي منه، على أساس إني يبقى إحنا كده بلاش كتب مدرسية، يبقى إحنا بنستلمها ليه؟ طب مش هتجيب منها، أو إن الأسئلة هتيجي من خارجها. طب إيه بقى الغرض؟ إيه الغرض بقى؟ قال إني الغرض إنك أنت بتحل أسئلة الكتاب وتشوف تتدرب على نفس الطرق ونفس المهارات اللي موجودة عشان تعرف تحل عليها. وأضاف سيادته إن المنظومة الجديدة للتقويم على قياس المهارات، يبقى هي شغلها قياس مهارات، وبالتالي فإن موضوعات القراءة المقررة على الطلاب للتدريب على المهارات اللغوية فقط، وإنما يأتي الامتحان لقياس المهارات اللغوية. ها يا ترى حد مش فاهمني من أولى ثانوي أو تانية ثانوي؟ المهارات اللغوية اللي زي استخرج من القطعه دي يا ترى فاعل ولا مفعول ولا فعل ولا اسم ولا حرف ولا كده يعني، تمام؟ والامتحان هيجي بنفس الشكل بس من كلام غير الكلام اللي موجود في الكتاب، يعني موضوع القراءات المتحرره احنا اتكلمنا عليها. وبهذا فان اشتمال الامتحان على موضوعات مقرره من الكتاب يتعارض مع المنظومه الجديده للتعليم. يأتي ذلك بعد أن قام بعض من أولياء الأمور ومعلمي اللغة العربية بأن يشتمل امتحان اللغة العربية الخاص بالصفوف التي تتضمن المنظومة الجديدة على نص متحرر ونص مكرر، يعني هم طالبوا بأن يكون ماشي يا عم، هتجيب لنا نص متحرر، هات نص متحرر، بس معلش هات لنا كمان نص من الكتاب عشان يبقى موجود ده وموجود ده علشان نسهل على الطالب، على الأقل يعرف يجيب درجات، بدل ما يبقى كله من بره الكتاب، هات لنا حاجة من الكتاب وحاجة من بره الكتاب. طبعا رد بقى سيادته قال ان لازم الامتحان ما يكونش فيه حاجة من الكتاب، لان ده يتعارض مع أسس المنظومة الجديدة. وطبعا فرد بقى المدرسين وقالوا بقى ايه، احنا عايزين نص القراءة اللي هو يكون من الكتاب عشان يبقى فيه استفادة مما يتم تدريسه للطلاب في الكتاب المدرسي، وإلا الطلاب مش هتهتم بالمدرسة خالص. وده اللي حاصل بالفعل، اني ما في لما انت عارف ان مش هيقرا الكتاب من الكلام اللي بيشرحه المدرس فانت مش مهتم. طيب وقال بقى ان القصة غير موجودة ايه على موقع الوزارة، وجاري ايه اتخاذ اجراءات لرفعها، لسه يعني ايه هيشوف الموضوع ده اذا كان هيتم بقى وضع حاجة فيه ولا هيغيره ولا هيسيبوه زي ما هو. بس اخر رد للوزير ان هو وجود اسئلة من الكتاب المدرسي يتعارض مع اسس المنظومة الجديدة. انتظرونا لسنوفيكم بالجديد دائما لقرب الامتحانات. لايك يلا وشير على زمايلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.